السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت بتقول له أنا عايز أتعلم حاجة معينة، فهو يبدأ يديك رود ماب أو خريطة إيه اللي المفروض إن أنت تتعلمه عشان تبقى بروفيشنال في الحاجة دي. يعني لو أنا جيت هنا وقلت له إن أنا عايز أتعلم مثلا أركتكتشر، وبعد كده أقول له جنريت، بيقول يدخل الحساب بتاعك، وبعد كده أقول له جنريت، فيبدأ يقول لي إيه الحاجات اللي المفروض إن أنا أتعلمها قبل ما أدخل في العلم دوت، فعمل لي خريطة بالشكل دوت. طيب خلينا نقول له مثلا ان انا عايز اتعلم AI، واقول له جنريت، فيبدا يعمل لي خريطه الاي اي بالشكل دوت، الاساسيات وبعد كده الهيستوري اوف اي اي او اي اي تايب والحاجات دي كلها. تمام، فتقدر ان انت تعمل رود ماب بكل سهوله فيها كل النقاط اللي انت عايز تتعلمها. طيب مثلا عايز تتعلم مثلا ايه ديب ليرنينج، واقول له جنريت، ففعلا عمل لي الخريطة عشان اتعلم التعلم العميق بالشكل دوت. وبعد كده تقدر تعمل لها داونلود او تقدر ان انت تعمل لها شير، ممكن تقول له سيف اند ستارت ليرنينج، وممكن بعد كده تيجي تقف على اي واحدة فيهم يبدأ لو في عنده اي معلومة يبدأ ان هو يحطها لك. تقدر تعمل ايديت للرود ماب لو انت حابب، بحيث ان انت تعدل عليها، بحيث اللي يجي بعديك برضو يستفاد من الملاحظات بتاعتك. عندك هنا التولز اللي تقدر ان انت تنشئ بها تايتل او توبيك او سب توبيك زي ما انت عايز.